مش عكس الاتجاه؟ اه بالموتوسيكل على كوبري اكتوبر ليه؟ عشان الدنيا زحمه. تقدر تعمل كده قبل كده؟ اه قبل ما كان يبقى ما فيش مرور كما يجب كنت تقدر تطلع على كوبري اكتوبر بالعكس؟ رحمن اهو. مبسوط يعني ان انت بتكسر القوانين؟ لا مش مبسوط، بس انا عايز اخلص يعني. فاكر هيسحبوا الرخص دلوقتي؟ يسحبوه؟ عايزين ياخدوا الموتوسيكل ياخدوه، هيعملوا وياخد الرقم وخلاص. مش همك؟ لا مش همني. ليه؟ ادفع ال 100 جنيه غرامه. 500 جنيه ادفعها. يعني انت رايك ان احنا كلنا نخالف القوانين وندفع؟ كلنا، بس احنا كلنا نكون ملتزمين. لما يكون رئيس الوزراء ملتزم احنا نلتزم. بس انت هتكسر القوانين؟ هتكسر اي حاجه بقى. انت شايف ان البلد هتبقى كويسه لو كلنا عملنا زيك؟ انتوا اصلا لو انتوا كويسين احنا نبقى كويسين. مين انتوا؟ كل الناس. يعني انت كل الناس تبقى وحشه فانت تبقى وحش؟ بالظبط كده. انت كده كويسه ترضي ربنا انت كده؟